اهلا بكم. مرحبا بكم. اهلا. ورانا معكم اخويا يد في يد ان شاء الله. قبل كل شيء الحمد لله يا ربي. هذه الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى القطاع العسكري بومرداس تأتي في إطار تثمين مجهودات الجبارة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في سبيل ضمان سلامة التراب الوطني. الجيري والسيعث c'est un grand pays, c'est une force régionale. Bré ou la Kara, c'est une force régionale. Grâce à l'armée, grâce au peuple, grâce à ses dirigeants. مجتمع مدني كله يدين بالتقدير والاحترام لهذه المؤسسة العسكرية العتيدة سليلة جيش تحرير الوطني. هذه المؤسسة التي نالت جدارتها ومكانتها واحترامها بتاريخها العتيد وبمواقفها المجيدة. نرى تجميل ثمقرانت لفرش دو سيكوريتي على شان ناسيونال pour tout le travail qui a été accompli dans le cadre et dans le sens de sécuriser l'État algérien sur plan interne et sur plan externe. هذه الزيارة جاءت لتأكيد وقوف الشعب الجزائري وكذا مختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني الشعبي. أنا والجيش في خندق واحد ضد المؤامرات ضد الحملة الشرسة التي تحاك ضد الجيش، ونحن من الجيش والجيش منا، ونحن نعتبر ما نحن إلا جنود من جنود الجيش.